بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. حقيقة نحن سعداء جدا باستضافة الاجتماع التحضيري لقمة تنمية الاتصالات 2017 للإقليم العربي، ويمثل هذا الاجتماع أهمية كبرى لضرورة التنسيق والتحضير الجيد لقمة تنمية الاتصالات في الأرجنتين، ومناقشة المساهمات والمبادرات التي خرجت من الدول العربية. وفي هذا الاجتماع بإذن الله ستتم مناقشة 44 مساهمة من الدول العربية، فيها 18 مبادرة يجب النقاش حول تلك المبادرات والمساهمات للخروج بخمسة مبادرات ذات أولوية وذات موضوعات ملحة ومهمة في قطاع الاتصالات في الإقليم العربي. وحقيقة في تركيز كبير على بعض الموضوعات، منها موضوع حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وهو موضوع نتمنى أنه يكون أولوية من موضوعات النقاش ويجد حظه، وكذلك موضوع الشمول المالي الرقمي أيضا من موضوعات المهمة جدا. ونتمنى أنه واحدة من المبادرات المدرجة في إطار النفايات الإلكترونية أيضا تجد حظها، وكذلك الاستفادة من البيانات الضخمة في قياس مؤشرات التنمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة. حقيقة مهم جدا أنه يكون هنالك مركز لقياس المؤشرات باستخدام البيانات الضخمة والبيج ديتا من قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وكذلك نتمنى أن نجد تخصيص لمبادرات بإنشاء مراكز إقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مبادرات أيضا، لأن هذه الموضوعات حقيقة تهم الإقليم العربي، وربما كل الدول العربية بلا استثناء هي مهمومة بهذا الشأن. هذه المبادرات المهمة جدا تصب أو تقع كموضوعات ملحة في الإقليم العربي، وإن شاء الله إن شاء الله تجد حظها في النفاذ وتجد حظها في القبول، وتترفع بإذن الله أو ترفع إلى قمة تنمية الاتصالات في الأرجنتين في أكتوبر 2017 إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا للسؤال عن السودان. وحقيقة في سياساتنا بداخل السودان نحن وضعنا أولوية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل القطاعات. وفي السودان هنالك مشروع ضخم طرعه رئاسة الجمهورية يسمى مشروع الإصلاح. هذا الإصلاح ريفورمينج، جنرال ريفورمينج، الإصلاح في أجهزة الدولة، وضعت استخدام أو وضع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو ما يسمى بمحور الحكومة الإلكترونية كمحور أساسي. وحتى إدارة القطر القيادة العليا وعلى جميع المستويات هم مهتمون جدا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي وضعت في السياسات. نحن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعنا سياسة وطنية، هذه السياسة الوطنية بها بنود عدة إن شاء الله مدرجة كلها في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الدولة، ابتداء من التعليم، وخطونا خطوات في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والانتقال إلى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسائل في تطوير التعليم. كذلك في الصحة، مشروعات الصحة، الآن لدينا مشروعات الصحة العامة، لدينا مشروعات إدارة المستشفيات، لدينا مشروعات الصحة الإلكترونية، لدينا مشروعات التطبيب عن بعد، وعديد من المشروعات في إطار محور الصحة. انتقلنا إلى محور الزراعة، وأيضا في الزراعة لدينا مشروعات الزراعة الإلكترونية، ولدينا مشروعات الإرشاد الزراعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدينا مشروعات مع منظمة الأغذية العالمية، والعديد من المشروعات، وحتى مشروعات باستخدام التقنيات الفضائية، المسح الفضائي واستخدام الصور الفضائية في تطوير قطاع الزراعة. انتقلنا إلى الصناعة،
ولدينا مشروعات في إطار تطوير الصناعة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصناعة. حتى المسح نعمل نستفيد من صور الأغمار الاصطناعية في المسح، مسح الثروة الحيوانية ومسح الزراعي ومسح التعدين والمعادن في بلادنا. لدينا مشروعات الرغابة الإلكترونية في قطاع التعدين حيث القطاع ممتد. مؤمنون جدا بأن الاي سي تي أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي إنيبولر، هي ممكن لكل القطاعات، وهي درايفر، هي محرك لكل القطاعات، وهي كذلك أكسيلريتر، فهي مسرعة لكل التقنيات، مسرعة لكل المجالات. إيماننا في البحث العلمي، كذلك نستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدينا رعاية خاصة للإنوفيشن، رعاية خاصة للابتكار، رعاية خاصة للمبدعين، للطلاب الموهوبين. لدينا مشروعات مع المدارس، مدارس الموهوبين، التالنت ستودنتس، والعديد من المشروعات في جميع المجالات، حتى المجالات السياسية. لدينا الآن مشروع البرلمان الإلكتروني، ولدينا مشروع الحزب الإلكتروني، ولدينا مشروع الانتخابات الإلكترونية. إذن السودان في سياساته الكلية هو مهتم جدا بتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخيرها في تنمية جميع القطاعات. إذا رجعنا إلى أهداف التنمية المستدامة 17 goals في الـ SDGs، كل واحد منه على حدة لدينا أو هنالك عدد من المشروعات لكل هدف، إذا كان التعليم، إذا كان الفقر. في مشروع تخفيف حدة الفقر لدينا مشروع مع الـ UNDP، وهذا المشروع هو إعادة قياس مستوى الفقر، لأنه يحسب السودان ضمن الدول الفقيرة، ونعتقد أن هذا التصنيف غير صحيح، لأنه لو استخدمنا مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السودان فهو عالي جدا. حتى الآن عندنا أكثر من 30 أو حوالي 30 مليون شريحة نشطة، 30 millions of active SIM cards. البوبوليشن في السودان حوالي 35 مليون مواطن، وبالتالي نسبة عالية جدا في استخدام الهاتف، السيارة والموبايل. ولدينا تطبيقات في جميع المجالات، اي جوفرمنت، اي هيلث، اي كله عندنا فيه تطبيقات. ولدينا كثير من المعاملات الآن والخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات رقمية وتحويلها إلى خدمات أونلاين إلكترونية. مشروع الحكومة الإلكترونية عندنا الآن خطوات، نحن الآن في خطة الحكومة، خطة الوزارة الآن الانتقال إلى السمارت جوفرمنت في 2020، فبنتمنى إنه هذه الخطة ترى النور إن شاء الله ب 2020، يكون سمارت سودان، سمارت جوفرمنت في 2020. هذه الخطة مدروسة تماما بعدد محدد من المشروعات، منسقة مع الوكالة الكورية نايبة، استفدنا جدا من التجربة الكورية واستفدنا جدا من القدرات. كذلك في إطار تنمية الموارد البشرية لدينا العديد من المشروعات، التدريب، التأهيل، محو الأمية التقنية. لدينا مشروعات مع الإسكوا، مشروعات التدريب والتأهيل لقيادات الدولة. لدينا كذلك مشروعات ما يسمى بالرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب. هذه الرخصة هي شبيهة بالآي سي دي إل، شبيهة بالرخصة الدولية لاستخدام الحاسوب. في إطار التدريب لدينا مشروعات كثيرة جدا لا حصر لها، هي متزامنة مع مشروعات محو الأمية الأبجدية. لدينا مشروعات محو الأمية التقنية وتأهيل القيادات وتأهيل العاملين بالدولة وتأهيل مشروعات مع اتحاد المرأة، مع منظمات المجتمع المدني. إذن في كل محور من محاور أو من أهداف التنمية المستدامة لدينا العديد من المشروعات المستمرة. لدينا مدينة إفريقيا التكنولوجية، هذه المدينة هي تعتبر نواة لسمارت سيتي، وبإذن الله تعالى ترى النور في القريب العاجل. هي الآن خطت خطوات، بدت في التنفيذ على أرض الواقع في مساحة كبيرة جدا، حوالي 5 مليون متر مربع. الآن بدت بالحاضنات الانكيوبيترز، وإن شاء الله بها العديد من التطبيق العملي لتقانات ناتجة من بحوث
علمية من الجامعات، بحوث علمية من المراكز البحثية. العديد من المشروعات، لا أعتقد أن هنالك واحد من أهداف التنمية المستدامة لم نتطرق إليه، حتى في إطار تشغيل الخريجين. تشغيل الخريجين وتقليل نسبة العطالة، الآن لدينا مشروعات مع منظمات المجتمع المدني ومع ما يسمى بوحدة تشغيل الخريجين، في مشروعات في استخدام التكنولوجيا، تمليك حواسيب، ومشروعات استخدام الاي سي تي واستخدام اجهزه الحاسوب والاجهزه اللابتوبس لتطوير مهن ليست مهن اساسيه، ولكن مهن نستطيع ان نقول انها مهن هامشيه او جانبيه يمكن يستفيد منها الخريجين الذين لا يجدون عملا على مستوى الدوله وعلى مستوى القطاع الخاص، يمكن ان يستخدموا هذه التقنيه لتطوير انفسهم. في مشروعات الشمول المالي لدينا العديد من المشروعات. السودان حصل على الجائزه الاولى في جائزه الويرلد تيليكوم في تايلاند في بانكوك في 2016، هي كانت بمشروع هو يسمى مشروع التحصيل الإلكتروني. هذا المشروع صمم بأيدي سودانية لتحويل كل النظام المالي الحكومي في السودان من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني، وتحول هذا النظام في لحظة واحدة في جميع أنحاء القطر المساحات الشاسعة دي في لحظة واحدة. كان لديه تأثير اقتصادي واضح جدا، حيث تم توفير حوالي مليار دولار لميزانية الدولة، وكذلك كان لديه تأثير اجتماعي، عشرات الآلاف من مستخدمي النظام وعشرات الملايين أو ربما مئات الملايين من الترانساكشنز لاستخدام المعاملات المالية في جميع أنحاء السودان في لحظة واحدة. هذا النظام مقدر جدا وتم تقديمه في منافسة دولية وفاز بالجائزة في المشروعات ذات الإبداع، موضوع مشروعات فيها نوع من الإبداع والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على مستوى السودان ككل. لدينا مشروعات أيضا ربط كل مؤسسات الدولة بما يسمى بنظام الخزانة الواحد، وفي هذا الأمر أيضا ربط شبكي كامل متكامل مع كل الوحدات المالية في الدولة، ولدينا كذلك ربط مع بنك السودان المركزي، هو البنك الحكومي الأول والريجوليتر يعني والمنظم لقطاع المال في السودان مع كل الوحدات الحكومية، وننتظر الآن حوسبة كل المشروعات الأخرى المالية بإذن الله تعالى خلال العام 2017 و 2018 بإذن الله تعالى لتكتمل الصورة. لدينا قاعدة بيانات ضخمة جدا تسمى قاعدة معلومات السجل المدني، كل السودانيين الآن يحملون بطاقة رقم وطني واحد يونيك آي دي لكل سوداني، وبالتالي هي قاعدة معلومات كاملة. الآن حوالي قرابة 30 مليون سوداني هم الآن مسجلين بداخل قاعدة البيانات. في 2017 رؤيتنا في 2017 ربط كل معاملات الدولة بقاعدة بيانات الوحدة دي، ابتداء من تسجيل الطلاب للمدارس وامتحانات الشهادة الثانوية اللي هي امتحانات موحدة واحدة بتكون عن طريق الرقم الوطني، نتائج الطلاب وتسجيلهم في الجامعات، كل هذا الأمور مكتملة ويعني تم تطبيقها في السنوات السابقة. في خلال 2017 ننتظر تطبيق كل المعاملات الأخرى. بدأنا بتسجيل شرائح الهواتف السيارة بالرقم الوطني، والمعاملات الأخرى المالية والمعاملات الحكومية جميعها بإذن الله خلال 2017، وهذا توجيه رئاسي ليؤكد لك اهتمام قيادة الدولة بموضوع الاي سي تي، اهتمام قيادة الدولة بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأنها مؤمنة بأنه حيكون الضامن لتنفيذ المشروعات. وذكرنا كثير من الفوائد المتعلقة بالعدالة والشفافية، وهم مؤمنون جدا بهذا الأمر حتى على مستوى رئيس الجمهورية.